السلام عليكم. ناس الجيسكا شاهدوا ياريشان وهو يبكي بعد مباراة بارادو وتحقيقه للمرتبة الثانية واللعب إفريقيا نجمة ورد الشبيبة لوجهتها الحقيقية، وجهتها الصحيحة جماعة، والزعيم يمرض ولا يموت جماعة. هذا هو الزعيم ياريشان، بكى بحرقة كما وعد، يعني بالمعنى لايك على الفيديو، ابوني في القناة واترك لنا تعليق على دموع ياريشان، يعني تعب خلال هذا الموسم ويسحق هذه المرتبة. وكان وعد في البلاطوهات وقال الشبيبة راح تكون من المراتب الأولى، والحمد لله شبيبة حققت الأهم، واللي جاي أكثر إن شاء الله يا رب العالمين من المباراة هذا. يعني بالمعنى نحن نعترف بأنه تعب ونال، يعني بالمعنى أنه الشبيبة كأين كانت وأين أصبحت تجمع. المهم لكم التعليق على لقطة ياريشان، هذه اللقطة تاني ستبقى في قلوبنا يا بلال رحمك الله ربي يرحمه، مواقي وأبو مشرى في لقطة يعني ترحم على بلال ربي يرحمه، بلال بن حمودة. يصوصل هذا الفيديو تانا اليوم، لكم تعليق، أبوني في القناة ولايك على الفيديو بيوصلكم دائما جديد مع فيديوهات جديدة لشبيبة. سلام خاوتي.